تعالوا نروح للمسلسل اللي انا دائم الاعجاب بيه واللي دائم الاعجاب بابطاله الاثنين، احمد داش وعصام. احمد داش من زمان، يعني من ساعه ما انا اتعرفت عليه عن طريق الفيلم لمؤاخذه، وانا معجب جدا بهذه الموهبه ما شاء الله. وبعدين في، بس اللهم لا حسد برضو، في ناس انت بتقلق، يعني هضرب لك مثل فيروز، فيروز بتاعتنا، فيروز مصر، طفلة المعجزة بتاعت السينما المصرية، تألقت جدا 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 ووصلت لمرحلة مش عارفة تكمل في هذا التألق وفي هذه النجومية الكاسحة اللي حققتها وهي طفلة كان عندها 5 أو 6 سنين. وبعدين خدت قرار انها تبتعد خالص عن الفن وتتفرغ لزوجها الله يرحمه يا رب، استاذ بدر الدين جمجوم ويرحمها طبعا، واولادها. خلاص طيب، نماذج قليله اللي بتعرف تكمل، وتكمل في الكيرف يبقى صاعد طالع لفوق زي احمد داش، وتالقه المستمر من مره لمره لمره وصولا لرمضان ده. كل سنه وانت طيب يا احمد. كل سنة وانت طيب. مساء الفل، مساء رمضان الفل، كريم عليك وعلى المشاهدين كلهم. رمضان كريم شكرا عليك يا ابو على حميد. التقديم. لا لا خالص والله، انت رائع وجميل ومتألق وحاجة تفرح، يعني زي ما بيتقال. الله يبارك لك. الله يبارك لك. عايز اسألك على حاجة. احنا السنة اللي فاتت لما شفناك في جعفر العمدة فسقف التوقعات عمال بيعلى، السنة دي انت وعصام اللي شايلين المسلسل ما شاء الله عليكم، فعمليا انتم الابطال المطلقين لهذا المسلسل. دي حاجه تقلق ولا حاجه تطمن ليك انت؟ لا، حاجه لذيذه، حاجه تطمن ان ده مؤشر، يعني بالنسبه للصناعه ان انت ماشي في الاتجاه الصح، مؤشر تجاري يعني. وحاجه تطمن ليا انا انك بتقدر تحط بقى الانبوت بتاعك انت في الشغل بتاعك، تقدر بعد كده السنين الجايه تختار انت عايز تشتغل ايه، عايز تقول ايه، تعبر عن نفسك يعني في الشغلانه. ده حلم اي حد يعني في الشغلانه، ان اعبر بقى عن نفسي، يبقى عندي الامكانيه ان انا اعبر عن افكاري وعن مشاعري واطلعها في عمل يعني. طيب هل ما بتقلقش تقول والله ده المتحده دي اكبر شركه انتاج في المنطقه بالكامل ادت لي مسلسل، تقلق ربنا يستر ولا؟ دي حاجة تطمني، دي حاجة تطمني إن شركة بحجم المتحدة في ظهرنا وبتساندنا، حاجة تطمني وتخليني مطمن إن أنا بشتغل مع كيان كبير ومطمن على جودة المسلسل والدعم اللي ما شفناش منه بخل من أي حد يعني شفنا دعم كبير من أول يوم اتفقنا على فكرة المسلسل والتحضيرات، وإحنا شايفين دعم كبير من الشركة كلها، والشركة كلها واقفة في ظهرنا، حاجة تطمني يعني. طيب هنا بقى هيجي سؤال، انت بتحضر شغلك ازاي يا احمد؟ يعني لو احنا خدنا مقارنتين بعاد عن بعض، شخصيتك في فيلم لا مؤاخذه مع عمرو السلامه، وليه شخصيه الولد الصغنطط الطفل المرفه اللي من الاسره متوسطه يعني A ماينس، وكل بقى المفارقات اللي بتحصل له وازاي يقدر يتعامل جوه المدرسه، والشخصيه بتاعتك هنا في مسار اجباري شعبي شعبي، بتقدر ازاي انك انت تحضر وانا عارف ان انت خلفيتك الاجتماعيه وبعيده تماما عن هذه الخلفيه؟ لا والله يعني لا مؤاخذه يعني ما اقدرش اتكلم عليه، لا مؤاخذه ده كان تلقائي تماما يعني، دي كانت اول تجربه وكان عندي 13 سنه، ما اقدرش اقول ان انا حضرت لها. انا لا مؤاخذه ده بالنسبه لي كان الوقت اللي بطلع بيه بره ملعب الكوره يعني، اروح امثل مع الناس دي اشوف عايزين ايه وامشي يعني. يعني لا مؤاخذه ده بالنسبه لي كان يعني كنت رايح اشوف ايه بقى الممثلين دول بيعملوا ايه، وكان عندي 13 سنه وكده يعني ما حضرتش فيه حاجه يعني، دي كانت بتلقائيه تماما، اسمع كلام عمرو واعمله. انما الدور هنا في مسار اجباري يعني بقت بحضر له بقى كتير بالشخصيه، عايزين نقول منها ايه، طب هو عايش فين، بيعمل ايه اللي بيحركه، ايه المشاعر الطاغيه منه، بيتكلم ازاي، بيعبر عن نفسه ازاي، هل بيعرف يتكلم عن مشاعره ولا لا، محتاج ايه في حياته، بحاول اشوف اربط بينه وبيني بشكل كبير عشان اقدر افهمه يعني. يعني بشوف الحاجات المتشابهه بيني وبينه، بين الشخصيه اللي احنا يعني كنا عايزين نرسمها عشان اقدر اشتغل عليها. وحته الشعبي ده يعني انا بحمد ربنا ان انا من طبقه متوسطه، فشفت تحت وفوق، فاهمني ازاي؟ وانا لعيب كوره برضو يعني، انا بلعب في انبي،
فشفت يعني شفت ده وشفت ده، لا ما ولا انا عاجبني ان مني انت تحت بتعمل، قوي. اه انا عاجبني ان انت بتعمل شخصية شعبية، لانه في فرق ما بين ان انا اعمل شخصية شعبي وان انا امثل دور الشبحانة. فانت أي. مش طالع شبح، انت لا طالع مش واد ابن شبح بلد، خالص. واد جدع اي يعني. اي فهو ده اللي مظبوط. عاجبني، ان انت عارف تفرق ما بين الاتنين في ادائك، طريقة كلامك، نبرة صوتك. فده اللي لفت نظري ربنا يخليك، الله يخليك. حبيبي يا ابو حميد. مش هنطول عليك، ريح بعد الفطار، ولا انت لسه في عندك تصوير ولا ايه؟ انت خلصت احنا صح؟ لسه خلاص قدامنا يومين بس، خلاص كده فاضل يومين. ها يومين ان شاء الله. يا اه ان شاء ميسر الله. الاحوال، يا ميسر الاحوال، شكلك مجهد، تستريح كده ونشوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء ربنا الله يوفقك، حبيبي، ربنا تشرفت يوفقك بالمقابلة. حبيبي، ربنا يخليك يا احمد. كل الشكر ليك، فناننا ونجمنا، مش هقول حتى الصاعد، هو نجم خلاص يعني، احمد داش.